بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن أوتوكاد 3D. هشرح النهاردة أسهل طريقة لعمل الحوائط في برنامج أوتوكاد 3D عن طريق أمر مهم جدا. ممكن إن أنا أعمل الحوائط لأي بلان أنا واخداه بطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما ابتدي الدرس، في دروس للاوتوكاد سواء كانت 2D او 3D في القناه. لو عايزين تطلعوا عليها بتدوسوا على اسم القناه من اسفل الفيديو، بيدخلكم على القناه وبتشوفوا جميع الدروس وجميع البرامج اللي انا شرحها قبل كده. هنبتدي مع بعض. ده عندي زي ما شايفين مسقط افقي. المسقط الافقي ده انا عايزه ارسم الحوائط بتاعته. طيب احنا كنا بنرسم الحوائط قبل كده بنعمل لاين او بولي لاين ونعمل له اكسترود. طيب انا دلوقتي هعمل بطريقه ثانيه. عندي فيه امر مهم جدا. طبعا انا هنا هفتح 3D موديلنج زي ما احنا شايفين، ده الورك سبيس كويس، وبدل درافتنج اند انوتيشن هفتح 3D موديلنج. وعندي هنا في الهوم في حاجه اسمها بولي سوليد، شايفين البولي سوليد اللي هي موجوده عندي هنا. قبل ما ابتدي اشتغل على البولي سوليد دي باجي اعرف مثلا هنا هقول له ديستانس اهي، واعرف مثلا المقاس، حاجه اقول له من الاند بوينت دي لعموديه على اهي بيربنديكولار على دي، هيديني المقاس عندي هنا حوالي، طبعا دي اصلا صوره انا منزلاها، دي حوالي 15 سنتي اللي هي سمك الجدار اللي موجود عندي هنا. هو مديني 14، احنا هنعمله 15 كويس. اول حاجه هعملها قبل ما استخدم البولي سوليد، عندي هفتح الاكسات. انا عندي الاكسس بتاعت الحوائط مقفوله، هاجي من هنا اهو عندي في اللايرز هفتح الاكسس. يعني كده فتحت الاكسس عشان اعمل حوائط من الاكسس نفسها من المنتصف كويس. وبعدين اقول له بولي سوليد، هدوس على بولي سوليد من هنا. وعندي هنا في اختيارات في الاوبجكت، وده لو انا عندي لاين مثلا اوبجكت وعايزه اعمل له بولي سوليد، وده هنشوفه بعد ما نخلص رسم الحوائط. وعندي الهايت بحدد الارتفاع، فمثلا انا عاملاه 4.5 انا هخليه 4، والويتس بتاعي 15 لان انا هنا الحوائط لما جيت قستها كانت تقريبا 15، لان عندي دي صوره زي ما انا قلت لكم ان عندي دي صوره فالحوائط تقريبا 15 كويس. وبعدين هقول له انتر. هاجي الاول افتح السناب عندي اهي، هقفل الاند بوينت والميد بوينت والسنتر، هخلي بس عندي هنا بيربنتيكولار هخلي عليها صح بالشكل اللي احنا شايفينه ده كويس. وممكن اخلي على الميد بوينت عشان اسهل على نفسي الرسم في البرنامج. طيب وهاجي افعلها بالشكل ده كده، بدوس عليها كده انا فعلتها. طيب هاجي ارسم بقى الحائط من انترسكشن اللي هو ما بين الأكسين ده أو تقاطع الأكسين أهي، باجي intersection هنا أنا مفعلاها كمان أهي مفعلة عندي كويس، باجي أرسم من الانترسكشن ده. أدي الحائط الأولاني وبعدين الحائط التاني أهو، الشكل اللي احنا شايفينه ده. سهل جدا ان احنا بنرسم الحوائط بطريقه سهله وبسيطه اهي. واجي اقول له كلوز، خلاص كده انا قفلت الحائط. لو جينا شفناه اهو، اجي من هنا اقول له شيدد ويز ايدجز اهي، يبقى انا كده رسمت الحائط الخارجي بطريقه سهله جدا ان انا بحدد الويدث والهايت للبولي سوليد و على طول بعمل الحوائط بتاعتي. طبعا احنا اتعلمنا قبل كده ازاي ان احنا نعمل الفتحات والشبابيك. طيب انا ممكن برضو الحوائط الداخلية اعملها بنفس الطريقة اهي، اجي بولي سوليد نفس الكلام، هخلي الهاي زي ما هي والويس زي ما هي، واجي ارسم الحائط ده بيمين الماوس وادوس انتر، ادي الحائط الداخلي رسمته اهو. لو جينا شفناه 2D shaded with edges اهي، بنفس الطريقة برسم كل الحوائط الداخلية اللي عندي
شايفين؟ ادي الحوائط الداخلية رسمتها. يبقى ده امر مهم جدا نعرفه عشان نرسم اي بلان بطريقة سهلة. طبعا بتكملوا البلان بالطريقة دي، انا بس حبيت اعرفكم على البولي سوليد ازاي ان احنا بنستخدمه. طبعا انا قلت في الاول ان انا ممكن ارسم لاين بالشكل ده كده اهو، واجي اعمل له بولي سوليد للاوبجكت اهو، على طول عمله لي زي ما احنا شايفين كده. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تزوروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.